واحنا رايحين فين يا دكتور؟ بص يا اخي مشرط، احنا هنوديك قسم الشرطة وهيقولوا لك كل حاجة، لانهم اكيد عندهم السجل بتاعك كله. طب ما توديني الشغل بتاعي زي ما اتفقنا. الشغل بتاعك ممكن ما نلاقيش حد فيه، وخصوصا انك انت كنت بتتنجل في اكتر من مكان، ومش هنلاقي حد عارفك هناك. طيب اللي تشوفه. انا كل اللي بتمناه اني حتى لو ما افتكرتش اي حاجة اشتغل شغلانة شريفة اكل منها عيش بالحلال واعيش في حالي. انا زي ما بقولك يا دكتور عارف حاجات كتير عن الاثار، ده انا كل شوية بكتشف معلومات في دماغي ممكن تخليني ابقى احسن مرشد فيك يا مصر. يا دكتور ممكن نقف على جنب شوية؟ يمكن يا دكتور هو بقى كويس فعلا وعاوز يشتغل شغلانة شريفة وممكن يبقى مرشد زي ما قال. يعني انت رأيك اننا نعمل ايه يا بكار؟ ابو حبيبة جارتي اتعين في متحف النوبة، ممكن نفوت عليه ونقول له يشوف شغلانة المشرط. تعال نجرب اننا نعمل كده فعلا. ايوه يا برنس، الحكاية خالت عليهم، انا عارف ان بكار هياخدني على الراجل ابو البيت اللي شغال في المتحف، يعني هتعين في المتحف وهننفذ سرقه العمر وهيبقوا سلموا القط مفتاح القرار.